السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأرض تتهيأ الآن لأمر خطير فاستعدوا تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن دائما يتوقف مع كل حدث يحدث حوله في هذا الكون ليأخذ العظة والعبره، الاصل ان احنا خلقنا لنعبد الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالاصل ان احنا اتوجدنا عشان نعبد المولى عز وجل ونعبد الكون كله لله، كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني اذا فالانسان وجد في هذه الدنيا ليعبد الله ويعبد الكون كله لله فوسط هذه الاشياء بقى بنعيش بناكل بنشرب بنتعلم بنتجوز بنخلف بنربي اولادنا كل هذه امور حياتيه نحتاج اليها بل ونعتبرها عباده بنتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى فالانسان في اطعامه لزوجته واولاده ومن حوله هذه عباده بنتقرب بها الى الله بل ونتلذذ بها بفضل الله سبحانه وتعالى لكن الاحداث الداميه المؤلمه التي تتواكب وتتوالى على الناس في في الارض في هذه السنوات الماضيه اشياء عجيبه جدا تنذر باشياء لابد ان الانسان يكون مستعدا لها يعني كثره الزلازل والاحداث والحروب والكوارث والاعاصير الى غير ذلك فهذه اشياء لما نقعد ننظر اليها نجد ان الارض كلها تغيرت خلال العشر سنوات الماضيه بشكل لا يخطر على قلب بشر، تغيرت اخلاقيات بعض الناس، تغيرت العادات الاساليب السلوكيات المعاملات، تغيرت حاجات كثيره جدا، حتى هناك من تغير من ناحية الدينية هناك عياذا بالله من ألحد وكفر بالله سبحانه وتعالى وهناك من خلعت حجابها وهناك من لبست حجابا بفضل الله وهناك من التزم وهناك من ترك الالتزام وهناك من أسلم وهناك من ارتد فالأحداث والأمور عمالة بتتقلب بشكل عجيب جدا والكون يعني, يعني, يعني يعاد ترتيبه بالشكل لا يخطر على قلب بشر فالإنسان مع هذه الأحداث لابد أنه هو ياخذ العظه والعبره ويستعد دائما للقاء الله سبحانه وتعالى يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه وان الى ربك المنتهى هو في النهايه ايه مهما عشنا ومهما طال بنا العمر في النهايه لا بد من لقاء الله ما منكم من احد الا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم أي من عمل سواء كان صالحا أو غير صالح ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بنص تمرة تتصدقوا بها على فقير ولا يتيم فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة ويعني كما جاء في الحديث الضعيف بقول حديث ضعيف لكن معناه صحيح أن المؤمن إذا ما إذا مات قامت قيامته المؤمن إذا مات قامت قيامته يعني أنا مش محتاج أن أنا أنتظر يوم القيامة إمتى كتير من الناس مشغولين جدا وكتير من الناس بيربطوا كل حاجة بقيام الساعة لو حدث أي شيء هل ده خلاص معناه أن القيامة قربت طبعا معلوم يا حبايبي وذكرنا ذلك مرارا وتكرارا أن لا يمكن أن تقوم القيامة إلا إذا ظهرت كل علامات الساعة الصغرى والكبرى وقلنا لحضراتكم إن علامات الساعة الصغرى حوالي 100 علامة، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات، علامات الساعة الصغرى مر منها أكثر من 80 علامة من علامات الساعة الصغرى، وبقي يعني حوالي 13 14 علامة من علامات الساعة الصغرى، منها بعض العلامات اللي هتظهر وركزوا معايا هتظهر قبل بداية العلامات الكبرى، ومنها بعض العلامات التي ستكون بين ثنايا العلامات الكبرى، واضح كده؟ ثم بعد بعد ذلك لابد أن تنتهي علامات الساعة الكبرى كلها العلامات العشرة ظهور المسيح الدجال نزول عيسى عليه السلام ظهور يأجوج ومأجوج طلوع الشمس من المغرب ظهور الدابة ظهور علامة الدخان الخسوفات الثلاثة خسف بالمشرق خسف بالمغرب خسف بجزيرة العرب وآخر علامة نار تحشر الناس الى ارض المحشر، يبقى إذن لابد من كل هذه الاشياء، فلما يجي حد يقول لك القيامه قربت، لا القيامه ما قربتش قوي، انما احنا لا شك ان احنا في نهايه الزمان، انما القيامه ما قربتش لان لسه علامات الساعه الكبرى ما ظهرتش، وقلت لحضراتكم ان لا يمكن ومستحيل تبدا تظهر علامات الساعه الكبرى الا بعد ظهور ثلاث علامات صغرى في غايه الاهميه، رقم واحد ظهور المهدي عليه السلام. رقم 2 الملحمه الكبرى التي يسميها اهل الكتاب معركه هيرماجدون تمام وهذه تكون معركة بين المسلمين والنصارى في أرض الشام وهي معركة كبيرة جدا هيكون بس عدد جيش النصارى 960 ألف مقاتل كما ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحتها لحضراتكم في الدرس بتاع الملحمة الكبرى بفضل الله يبقى أول حاجة ظهور المهدي وبعدين الملحمة الكبرى وبعدين بعد الملحمة مباشرة تمام فتح القسطنطينيه اي فتحا بغير قتال في اخر الزمان بمجرد ما تفتح القسطنطينيه بعدها مباشره تمام هيكون اول علامه اللي هي ظهور المسيح الدجال، لكن انا مش لازم استنى يوم القيامه علشان اقول انا بستعد للقاء الله لان يوم القيامه قربت، لا انا بستعد للقاء الله لان قيامتي انا شخصيا ممكن تقوم بعد لحظه. يعني ممكن وانا بكلم حضراتكم دلوقتي ياتيني ملك الموت ويقبض روحي الان وانا قاعد بكلم حضراتكم يبقى قامت قيامتي يعني ايه قامت قيامتي يعني خلاص استقبلت الاخره واستدبرت الدنيا خلاص يبقى انا كده مقبل على الاخره فطالما انا مقبل على الاخره فلا بد ان استعد ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم امام القبر كما عند احمد والترمذي بسند صحيح ولما دفن احد الصحابه بكى النبي حتى بلل الحصى بدموع وقال للصحابه وللامه من بعدهم قال اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا يعني استعدوا لهذا اليوم الذي ستدخلون فيه في قبوركم هذا اليوم الذي سندخل فيه القبر الكافر والمنافق يجد القبر عياذا بالله ضيقا مظلما حفرة من حفر النار أما أهل الإيمان والتوحيد ونحسبكم منهم بفضل الله ولا نزكيكم على الله أهل الإيمان والتوحيد كما ذكرت لحضراتكم هيجدوا 13 نوع من أجمل وأعظم أنواع النعيم في القبر من ضمنها ان القبر يكون واسع جدا، وان القبر يكون مضيء، وان القبر بيفرش من الجنه، وان هو بيلبس لبس من الجنه، وان بياتيه العمل الصالح في صوره رجل صالح، جميل الوجه، جميل المنظر، طيب الرائحه، وانه يفتح له باب الى الجنه ياتيه من ريحها وريحانها، الى غير ذلك من النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر بفضل الله سبحانه وتعالى، فالمطلوب منا هو ان احنا نجهز انفسنا ونبني انفسنا بناء عقائديا ايمانيا يعني وان نتحلى بالعباده وان نكون يعني على اعلى مستوى من العباده وان احنا نحرص على البعد عن كل ما يغضب الله وان وقعنا بضعفنا البشري وقعنا في معصيه نسارع الى التوبه وسارعوا الى مغفره من ربكم، سابقوا الى مغفره من ربكم، فالتوبه واجبه على الفور ان احنا نتوب ونرجع لربنا سبحانه تعالى إن اللي مش لابس حجاب تلحق تلبس حجاب وإن اللي ما بيصليش يلحق يصلي واللي بيعق والديه يلحق يتحلل من هذه المظلمة ويبر والديه واللي قاطع الرحم يصل أرحامه ولو برسالة ولو بزيارة ولو بهدية اذا فلا بد من الاستعداد الارض بتتهيأ لشيء خطير جدا فاحنا لابد ان احنا نكون على مستوى ايماني الان المطلوب ان كل واحد يبني نفسه بناء ايمانيا عقائديا وانه بفضل الله يجتهد في العباده قدر قدر طاقته وقدر وسعه بفضل الله سبحانه وتعالى لان الاحداث القادمه لن يثبت فيها الا اهل الايمان والتوحيد، اللي ايمانه بقى متذبذب ده ممكن يقع. عشان كده لابد ان احنا نمسك على يعني نتمسك بديننا كالقابض على الجمر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني سياتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وقال صلى الله عليه وسلم ان من ورائكم ايام الصبر او زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم ده النبي بيكلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنهم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا فاللي يعبد ربنا في هذه الأيام واللي تعبد ربنا في هذه الأيام واللي يتمسكوا بدينهم في زمن الفتنة وزمن الغربة الثاني اللي احنا عايشينه ده لهم أجر خمسين شهيد من شهداء الصحابة أظن أجر عظيم لا يخطر على قلب بشر وليس معنى زيادة الأجر زيادة الافضليه كما قال الحافظ ابن حجر فان الله اطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب النبي صلى الله عليه وسلم فاختاره ليكون خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم واطلع على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب الصحابه فاختارهم لصحبته دول اختيار ربنا ربنا اللي اختار هؤلاء عشان يكونوا اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن ما علينا الا ان نثبت وندعو دائما كما كان النبي يدعو كثيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دايما ندعو هذا الدعاء ان ربنا يثبتنا على الايمان ونحاول نكون في صحبه صالحه ونحاول ان يكون ما فيش يوم يعدي علينا ابدا من غير قراءه في كتاب الله من غير اذكار صباح ومساء واذكار النوم من غير ما ندعو الناس وندل الناس على الخير من غير ان احنا منبر الوالدين ونصل الارحام الى غير ذلك من الخيرات ما يعديش علينا يوم الا ونكون على اعلى مستوى من الطاعه في كل المجالات وان احنا نتجنب المعصيه وانا في معصيه نتوب الى الله نختم يومنا بدعاء سيد الاستغفار ونستقبل يومنا بدعاء سيد الاستغفار فقد ورد في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من قال سيد الاستغفار عند نومه ومات في تلك الليله كان من اهل الجنه ومن قاله من النهار موقنا به ومات في ذلك اليوم كان من أهل الجنة فاستعدوا وتهيأوا إيمانيا وعقائديا وأنا عامل لحضراتكم على قناة المرأة المسلمة دروس 86 درس في العقيدة يعني استمعوا لهم هينفعوكم جدا في التركيز أو في يعني تصحيح العقيدة الصحيحة الثابتة بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والتوحيد وأن ينجينا من الفتن في زمن الفتن وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته